أسقط المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي 6 أسماء من القائمة التي ستشارك في كأس العالم للأندية المغرب 2022. وأكد موقع البطولة أن المهدي النفطي أسقط من القائمة كل من همام بعوش، عماد الخنوس، يحيى النضراني، طه مريد، مؤيد اللافي وسامي العنابي. هذا ومن المنتظر أن يتم الحسم في اسم اللاعب السابع الذي سينضاف إلى قائمة المستبعدين ليتم تقليص اللائحة إلى 23 لاعب بدلا من 30 لاعب التي ضمتهم القائمة الأولية. ويستهل الوداد الرياضي مشاركته في المونديال طو بمواجهة ربع النهائي يوم السبت القادم أمام الهلال السعودي على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المغربي.